تحدي كبير إبراهيم الكعبي في محاولة للتصدي للكرة القادمة. جوانكا على التنفيذ، جوانكا أصحاب السعادة يتقدمون بالهدف الأول عن طريق جوانكا. جوانكا يضع الكرة في المرمى، في مرمى إبراهيم الكعبي. الوحدة يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من عمر شوط المباراة الأول. يضع جوانكا الهدف الأول له في هذا الموسم مع فريق نادي الوحدة، والهدف الأول في هذه المباراة وفي شوطها الأول. لكن شوف اللمسة كانت واضحة، لمسة اليد على لاعب فريق نادي الإمارات في اللقطة الماضية، طبعا أحمد عيسى. وبالتالي هنا جوانكا يضع حارس المرمى في جهة، وفي الجهة الأخرى يفتتح النتيجة بالنسبة لأصحاب السعادة. وهدف غدا ستكون عديد من المباريات، لكن فاكوندو يبحث عن هدف ثالث. فاكوندو 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 فاكوندو، تسديدة جميلة وهدف، هدف ثالث للوحدة، هدف ثالث للوحدة عن طريق فاكوندو. ما بعد أن سجل هدف في نهاية شوط المباراة الأول، يضع هدف آخر هنا في شوط المباراة الثاني بتمريرات، بتناقل كرات جميل. إسماعيل تمريرة، وفاكوندو الأرجنتيني يثبت بأنه قادر على أن يقود هجوم الوحدة في هذا الموسم. عنده حساسية عالية بالمرمى، يضع الكرة، خدع المدافع، يعني أوهم بأنه سيمرر، ولكنه فكر في التسديد، فتح الخانة، سدد في مرمى فريق نادي الإمارات. هدف ثالث لفريق نادي الوحدة. الوحدة يتقدم بالهدف الثالث، الوحدة يتقدم بالهدف الثالث بالضربة الثالثة، اللي بالتأكيد سعيد بهذه النتيجة جمهور فريق نادي الوحدة. هذه كرة خطيرة، عمر خريبين، فرصة أمام المرمى، تسديدة، جول جول يا الله على الأرجنتيني، يضع الهاتريك في مرمى إبراهيم الكعبي. فاكوندو 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 يسجل الهدف الثالث له شخصيا، والهدف الرابع لفريق نادي الوحدة. ثلاثية وهاتريك جميل للغاية عن طريق الأرجنتيني فاكوندو. شوف اللقطة جميلة كانت، لكن هل هناك وضعية تسلل؟ أعتقد هناك في وضعية تسلل، هل استفاد منها عمر خريبين؟ جوانكا كان عموما في وضعية تسلل كاملة، لكن عمر خريبين لا ندري إذا ما كان في وضعية تسلل أم لا، لكن حكم المباراة حتى الآن احتسب الهدف، وبالتالي يتقدم الوحدة بالهدف الرابع في هذه المباراة. يتقدم بالهدف الرابع، ثلاثية هاتريك بعد انتصاره طبعا ذهابا وإيابا. فاكوندو لمساته خطيرة، هذه كرة عمر خريبين ما زالت أمام المرمى لفاكوندو، جول، سوبر هاتريك. فاكوندو يضع السوبر في مباراة هو فيها السوبر، يسجل الهدف الرابع له شخصيا وخامس أهداف الوحدة في هذه المباراة. سوبر هاتريك للاعب فاكوندو 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 فاكوندو. دانيال كروزوبسكي يضع الكرة في المرمى محرزا الهدف الخامس للوحدة والهدف الرابع له شخصيا في هذه المباراة. جميل
يعني حينما مررها كانت روعة، وحينما وصلت لعمر خريبين ما كان عنده حلول. شوف تمركزه في المكان المناسب، يعرف كيف يتمركز، يعرف كيف يفتح خانة لزميله، يضع الكرة بكل سهولة في المرمى محرزا الهدف الخامس للوحدة والهدف الرابع له شخصيا، وسوبر هاتريك في مباراة يسقط فيها الصقور بخماسية كبيرة هذا المساء. إذن